بنات كيف دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بصحه يا ربي ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه. اليوم ان شاء الله الوصفه ديالنا عباره عن كسكسو بالدقيق الكامل او القمح، صراحه اللي كيكون زوين وبنين وصحي بالكرشه او الدواره او التقليه، يعني كتبقى السميه ديالها على حسب المدن. نتمنى انه تعجبكم وتجربوها طبيعه الحال. ما عليا انا نقول لكم دوزوا معايا المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. البنات نبداو. كيف ما كتشوفي عندي هنا الخضيره، صراحه نستافدوا من الخضيره البنات. عندي هنا خيزو، صراحه ملي كيبغي يتقدى الزوج ديالي كنقول له جيب هذا الخيزو اللي كيكون بحال هكا كيف ما شفتو، يعني كيكون شويه رقيوق وكيكون طويل باش كنديرو بحال هكا، يعني كنخليه بحال هكا طويل باش ما يتقرض ليا ما حتى حاجه. وهاد القضيه البنات صراحه زوينه، خصوصا يعني المبتدئات اللي الخضره يخافوا لا تشتت ليهم وداك الشيء، يديروا بحال هكا الطريقه اللي كندير انا. صافي هنا عندي واحد الريشو قطعت، هي ريشوه كبيره يعني قسمتها على ربعة ودرت منها غير واحد الربع ديالها. صافي قسمتها على جوج، وعندي القرعه حمراء وكورجيت اللي هي القرعه خضراء ولفت وبصله والقزبر والمعدنوس. بسم الله على بركه الله نبداو. كيف ما كتشوفوا البنات عندي هنا التقليه، كاين اللي كيقولها التقليه كاين اللي كيقولها الكرشه، كل واحد اش كيقولها. المهم البنات عندي واحد المقدار ديال التقليه او الكرشه. المهم البنات اسمحوا لي الا ما قلتش لكم داكشي اللي كتقولوا، راه حنا هادشي اللي كنقولوا، لا التقليه ولا الكرشه ولا. المهم صافي البنات ملي كنبغي انا صراحه ندير الكسكسو، يعني ملي كيجيبها مول الدار ما كنقص اللي غندير الكسكسو اللي غادي نديرو المرقه كنقطعو طرونشوات صغار. صافي كيشفتو غنقلي هادشي كلشي رانا دايره الماء كيطيب قبل باش تطلع لي التفويره دغيا. صافي كيشفتو درت شويه ديال الحمص، واحد شويه ديال السكينجبير، غندير شويه ديال الخرقوم، غندير هنا شويه ديال الابزار تقريبا البنات معلقه معلقه صغيره، وغندير هنا الزيت. ما غاديش نحاول نكثر البنات، انا هادي راه ما كتديرش ليا زيت بزاف حيت عندي تما الشحيمه شويه. وغندير القبيطه ديال القزبر والمعدنوس. صافي هنا غادي نحاول انني ندير اللفت وغندير خيزو. المهم ديك الخضيره اللي غندير الاولى اللي كتشد شويه الطياب. صافي كيف ما قلت لكم غنحركو مزيان وغادي نديهم يتقلاو ليا شويه، نقليو هاد الحيمه باش تشرب ديك البنه ديال سميتو البنات ديال التقليه ولا الكرشه. المهم غنبقى نقول لكم السميات كاملين، سمحوا لي صافي على هذا الفيديو. كما قلت لكم غادي نقليها مزيان باش تشرب هذيك الخضيره، كتجي زوينه كتشرب ديك المريقه. صافي كما شفتوا غنقطع البصله بحال هكا على شكل عشوائي، بصيله وحيده صافي غير باش تعطينا الريحه. صافي انا غنحاول نمزج هكا العناصر البنات. قبل ما نبدا معكم السميده غنقول لكم راه غندير هنا النص ديال المطيشه، وغندير الريشو، غندير شويه الملحه. البنات كيف ما شفتوا دابا السميده هذه عندي كيلو قسمته على جوج، صراحه هاد السميده راه كتكون بلديه يعني بالدقيق الكامل. هذه البنات راه ما كتكسكش بالزيت كيف ما شفتوا في داك الفيديو قبل من هذا، كنكسكسو يعني السميده رقيقه درتها باش ما تعجنش، هذه لا كنكسكسوها بشويه ديال الماء البنات فقط. صافي غنديرها في الكسكاس تطلع فيها التفويره دغيا. هذا كيكون خصوصا البنات المبتدئات، نتمنى ان تكون يعني الفكره واضحه لكم باش ملي تفوروه ما غادي تلقاو فيه حتى شي مشكل. صراحه البنات كيجي بنين هاد الكسكسو وكيجي صحي بزاف خصوصا. وصافي البنات بعد ما طلعت فيها التفويره كيف ما كتشوفوا غادي نلوح القرعه حمراء. علاش غنلوح القرعه حمراء؟ بوحدها الكورجيت اللح، وغندير ديك المطيشه اللي بقات ليا كورجيت لان كتاخذ غير شي 10 ديال الدقائق فقط، والاخرى غتشد ليا شويه ديال الطياب. صافي كيف ما شفتوا باغا ندير ليها الماء مزيان البنات، يعني كتشرب الماء ما تخافوش من هذا النوع ديال السميده، ما كيديرش ما كيتعجنش، يعني هذه راه اللي كيعرفها كيقول لها السميده ديال الباديه راه ما كتعجن ما حتى شي حاجه. هنا كيبيعوها 10 درهم يعني الكيلو، 10 درهم الكيلو صراحه زوينه. انا كنصوبها بيدي ان شاء الله، طلبتوها لي نصوبها معكم باذن الله. صافي كيف ما شفتوا البنات السميده بعد ما يعني درتها مزيان غنحاول نديرها في الكسكاس ونخلي تطلع فيها الفوار. البنات بعد ما طلعت فيها الطفويره يعني حطيتها هنا ودرت لها شويه ديال الملح، غادي نملحها ما تملحوش البنات من الاول باش ما تعصرش لكم باش تاخذ لكم الطياب. صافي غنحاول انني ندير ليها الماء حتى نشربها عاوتاني مزيان وندخل ديك المليحه تدخل في السميده يعني مزيان. وبطبيعه الحال غادي نذوق حتى المريقه، ذوقوها باش تشوفوا الملح باش يعني تديروا عينكم ميزانكم بين الكسكسو وبين المرقه باش يجيكم ديك الساعه ملي تسقي وتجيكم يعني مذاق واحد، ما يجيش شي مالح وشي مسوس. البنه ديال السمن كيف ما قلت لكم
يما هذا ملي كنديرو باللحم او القديد وداكشي نخليو المذاق ديالو صافي. كيف ما شتو غندير ليها ندخلها الزيت مزيان ونحاول نديرها في الكسكاسه البنات تطلع فيها التفويره الاخرى يعني حتى تطلع فيها التفويره يعني مزيان. عاد بعد ان شاء الله ندوزو باش نسقيو الكسكسو ديالنا يما ان شاء الله نسقي معكم باش نوريكم الطريقه ديالي كيفاش كنسقي. صراحه طريقه بسيطه خصوصا انا قناتي دايرها يعني للمبتدئات فقط اللي نتمنى انني نكون كنشرح ليهم ونتمنى انهم يكونوا كيستافدوا مني. وخا تبارك الله راه معايا البنات في القناه راه ماشي مبتدئه راه ما شاء الله عليهم. كنشكرهم بزاف كنقولهم على ثقتكم فيا والله يخليكم ليا. ايوا صافي البنات كيف شفتوا دابا بعد ما صافي جبتها غنسقيها غير في الطبسيل. صراحه انا البنات القصريه زوينه ولكن انا مازال ما جبتهاش عندي. عندي جوج دوك القصاري ديال الطراب هذه اللي عندي اللي هنا دوك ديال طين عفوا هادو اللي عندي هنا كبيره بزاف يعني ما كيجيش فيها حتى الماكله زوينه. انا كتعجبني في ديك ديال الطين. ايوا صافي البنات كيف ما كتشوفوا نحاول نقاد الكسكسو بحال هكا كندير واحد الحفره من الوسط باش تجي فيها الخضره باش تجي الخضره واقفه. نتمنى تكون يعني الفكره واضحه خصوصا مبتدئه حتى نبقى نعاودها ونقولها. كما قلت لكم البنات هذيك القصريه ديال يعني ديال الطين كتجي فيها الماكله زوينه. وحده انا كنت واخداها كبيره كنعجن فيها وحده معطيه لي عكوزتي. راه البنات صراحه اللي عندي في القناه راه عارفين يعني الظروف علاش ما جبتهمش. ان شاء الله ملي تجي العطله ان شاء الله غنجيبهم باش نعود نتسقي فيهم. راه كتعجبني الماكله فيهم خصوصا الرفيسه كتجي بنينه في هذوك القصاري يعني هذه صراحه دايره بحال الجليج حتى الرفيسه ما كتشربهاش. صافي كيف ما شفتوا البنات درت انا حفره دابا غنحاول انني نحيد ديك القريعه والكرج داكشي نحطو في الطبسيل. سمحوا لي واخا الصوره ما واضحاش ولكن دابا كنحطهم في الطبسيل. عاد غادي نهز داكشي اللي من التحت يعني داك اللفتان نتوما كيف ما شفتوا والريشو داكشي غنهزو من التحت واللحيمه. صافي البنات انا غنسقي تسقيه عاديه راه كلشي تبارك الله كتعرفوا تسقيو. انا غير بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي في كسكسو ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. البنات صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالنا. كنعتذر على البخار اجيو مرحبا بكم تغداو جمعه طيبه لكم. صافي كيف ما كتشوفوا كنسقيه كتشوفوا المريقه كي كتجي خاطره حتى كنقاد الخضيره وكلشي. عاد كنبدا نسقي يعني في الاول كنهز الخضره كنهزها بديك المغرف اللي بحال الشبكه البنات باش ما يجيكمش السقيه بزاف. عاد من بعد كنهز المريقه وكنديرها من الفوق. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. الى عجبكم ما تنساونيش بلي لايك ديالكم وتشجيعاتكم. الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله.